السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متعلمي ومتعلمات الصف الأول. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ الدرس السادس في مجال التهذيب، وهو بعنوان أصل أرحامي. ولكن قبل أن نبدأ، هيا لنرفع أيدينا ونردد الدعاء. اللهم احفظ لنا أهلنا وأقاربنا وبارك لنا في صحتهم. هيا يا مريم نبارك لأقاربنا بحلول شهر رمضان. أحسنت يا عبد الله، هيا لنصل أرحامنا. وكما عودتكم يا أبنائي أن نتحدث عن موضوع ما حثنا عليه ديننا الإسلامي، فاليوم سنتحدث عن صلة الرحم. هل تعلمون يا أحبائي بأن الله تعالى قد أمرنا بصلة الرحم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهل تعلم يا عبد الله من هم أرحامنا؟ الأرحام هم الأقارب من جهة الأب والأم، مثل الجد والجدة، العم والعمة وأبناءهما، الخال والخالة وأبناءهما، الأخ والأخت وأبناءهما. أحسنت، بارك الله فيك. وما هي مظاهر صلة الرحم يا عبد الله؟ ومن مظاهر صلة الرحم يا مريم الزيارة والسؤال عنهم، تفقد حاجاتهم، احترامهم وتوقيرهم، والدعاء لهم. والآن هيا بنا يا أحبائي لنستمع إلى الحديث الشريف حتى نتعرف على ثمرات صلة الرحم. صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من ثمرات صلة الرحم الزيادة في العمر، البركة في الرزق، دخول الجنة، والذكر الطيب. إذن قيمتنا يا أحبائي هي صلة الأرحام. والآن من منكم يا أحبائي يساعد عبد الله ومريم في حل الأسئلة؟ من مظاهر صلة الرحم السؤال عنهم والدعاء لهم. من ثمرات صلة الرحم زيادة في العمر والذكر الطيب. أحسنتم، بارك الله فيكم. وفي نهاية درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه يا أحبائي، وأن تصلوا أرحامكم. إلى اللقاء مع درس آخر. مع السلامة. ظل وأمن أسرتي، أمي أبي وإخوتي، جدي بها وجدتي، يا ربي فاحفظ أسرتي.